المميز في مهرجان موازين هو البرمجة متاعه. إدارة المهرجان تحرص على أنه بيكون فيه لكل الأذواق ولكل الأعمار، اليانج جينيريشن بيلاقوا نصيبهم وحظهم، وذا اللي أكبر شوي كمان بيلاقوا حظهم ونصيبهم. أول شيء أنا فخور أنه ولد بلادي يكون موجود بمهرجان عالمي مثل مهرجان موازين، ومش جديد عليك لأنه أنت عملت مهرجانات عالمية بزاف. قل لي المغرب وش تمثل بالنسبة ليك، وهذا المهرجان وش يمثل بالنسبة ليك؟ السلام عليكم. مش غادي نقول لك أنا ثاني فخور ولد بلادي، وبصح parmi les grands journalistes de LBC كل شيء وناس وبرنش وسي ان اونور ليا انا، وفرحان بزاف والله. والمغرب شغادي نقول لك المغرب والله ما قدرتش نقول لك ناس ليا انا زعما بلا مبالغه احسن مصنفين بلال في العالم هما المغاربه. وهذا ما وش غادي نقول لك، وعشاك فوا كي نجي المغرب واحد الحاجه تروح من مانيش عارف يكون عليا واحد الضغط، ومن بعد كي ندخل المغرب نحس روحي انا هو نحكم فيهم كاع والله العظيم. والله زعما دروك نقول معناتنا بورتي نقول روح انا غادي يجي، ولا روح جيب كاميون جيبها على ظهرك منا يروح يجيب كاملك، فاهم؟ هذه زعما مثل الناس يسمعوا، الناس يدوقوا الكلمه، الناس وعشاك فوا نجي والله نفوت حفله نجي ونروح فرحان والله والله العظيم. كل خطره وين ما نجي ونروح ماشي غير موازين، بليزير فيستيفال كلشي نجي، مي عشاك فوا نفوتها بيان باسكو ناس يحشموا مربين. اش غادي نقول لك، ربي يخليهم لينا وصاي زعما والله. هو مشبوب الجماهير المغربيه شاب بلال. خلينا نعرفوا شويه الجمهور على ال بي سي والوطن العربي على الشاب بلال. كي بديت في نهايه التسعينات ودخلت اغنيه الراي، ما خفتش؟ قلت باللي اوريدي كاين ناس كبار، كاين ناس عندهم اسمائهم، ولا دخلت انت ببصمه مختلفه على الباقيين؟ شو غادي ندير لك منها غير شويه. انا ما كنتش نغني كاع الراي، وكنت نكره الراي، وكي كنت في البلاد عندي جدي انسان محترم وكل شيء والو ما يبغيش كاع حد، وانا كنت نقول نطلب وما نغنيش الراي. هكا كنت نقول، هكا ما كنتش معروف. مين رحت الغربه جيت لمارساي، لا خالب لا خدمه لا صدمه لا ما لا ديبلوم والو، بصح كنت نبغي نغنى، بصح كنت نبغي نغنى المغربي، كنت نبغي ناس الغيوان مشاهب جي جلالة، كنت نموت على ناس الغيوان ومشاهب. بصح مين جيت لهيه في المارساي كنت غادي نخدم موسيقى، رحت تماك مغربي ما يمشيش بزاف، نقول لهم شي يمشي هنا ولا يقولوا لي هنا كاين غير الراجل شاب عبد الحق شاب بن شاب، ما كنتش نعرف. ولت نشري لي كاسيت على الراي هذا ونسمع خويا دان 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 دايني نو. انا قلت المرة تاعي نقول لك حاجه غادي ندير كارير في هذا الراي. اي والله لا كيما نقول لك كي سمعت طلعنا الغابه وخلع حديب وعلقي وقلبي وقلبك عند البوشي مع القين، لا قعدت نقول شور غادي نولي شايع، غادي نغني هذا الراي هذه بان بلي غادي نولي شايع، باسكو يهضروا نيمبورت كوا. الراي هو سيرتو الغاشم سمين الراي على لو ريتم تاع تفتك هذا ما كان الكلمات الله غالب. يا بري انا شادرت قلت غادي نكاردي لو ريتم الهواء تاع الراي كل شيء، بصح الكلمات نبدلها وعندي الله خطاك جيب قاري درجه بدرجه البابور هذه كل شيء تكون شويه زعما كنبدل شويه. خبرني برك شبيل الاخر اخر سؤال، الجزائر في المونديال فريق نتاعنا داخل واش غنيت لهم غنيه واش تقول لهم؟
اش نقول لهم الله تبغي صراحه والله ان شاء الله نديروا ريزولتا مليح وكل شيء فيريتي. بلال بارك الله فيك لانه راح يقتلوني دركا. بارك الله فيك شرفتنا. ميرسي زين. ميرسي. لحش من الاحترام على ناس تزيد قدام احنا ندور.